اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. كلنا عارفين ان لما بنقف في مشكله كبيره او تحصل لا قدر الله مصيبه كبيره سواء مرض او موت او اي حاجه بنسترجع، يعني بنقول انا لله وانا اليه راجعون. محتاجين نعرف ليه بنقولها ويعني ايه انا لله وانا اليه راجعون. ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك ويحفظك ويكرمك ويسترك ويرضيك ويرضى عني وعنك وعن الساده المشاهدين. امين امين يا رب جميعا يا رب يا رب وفريق العمل كله طبعا يعني يا رب امين. طيب احنا النهارده انا لله وانا اليه راجعون. ايوه بنقول انا لله وانا اليه راجعون، يعني ايه؟ الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. لا شك ان الانسان في هذه الحياه مخلوق وان الخالق هو الله عز وجل، لكن هذه الحياة احنا دايما نقول ما هي إلا مزرعة إلى الآخرة، والدار الآخرة هي الحياة الكبرى، ده هي الحيوان لو كانوا يعلمون، اللي هي الحياة الكبيرة، يعني الحياة الأبدية اللي ما فيهاش موت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت، يعني نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. فالإنسان هو عايش في الحياة دي، عايش وسبحان الله أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم الغالب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، لكن الإنسان اللي يتجاوز أكثر من ذلك فده نادر يعني، لكن غالبا هتلاقي ما بين 60 والسبعين أو أقل. وبعدين تنتهي هذه الحياة، يعني هي مرحلة ثم تنتهي. هنروح فين؟ فهنروح إلى مكان آخر، اللي هي نبدأ بقى الحياة الأخروية، ثم بعد ذلك اللي هو القبر، وده أول منزلة من منازل الآخرة، ثم بعد ذلك يكون الإيه؟ يكون البعث يوم القيامة. ونحن نؤمن بالبعث، يعني نحن نؤمن بالبعث وأن الله تبارك وتعالى سيبعث من في القبور، وأن الناس ستقف بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. كل ده لازم يكون على البال، عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا، خدوا بالكم المسألة دي، من ذكر هادم اللذات. إيه هو هادم اللذات ده يا رسول الله؟ قال الإيه؟ قال الموت. فأكثروا من الموت. ليه يا رسول الله؟ عشان تكون على طول يقظ وتكون منتبه، إن أنت مش عايش في الحياة على طول، مش مخلد فيها أبدا. لو خلد أحد لخلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعاه ربه فقال إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم، إلى آخر ما قال ربنا تبارك وتعالى. ففي النهاية أنت عايش. طب الحياة دي عبارة عن إيه؟ الحياة عبارة عن اللي أنت عايش بأمر الله تبارك وتعالى، فأنت تعيش في هذه الحياة بمراد الله، فأنت عايش بتصلي بتصوم تفعل الطاعات وتعلم أنك عبد لله تبارك وتعالى. طيب الحمد لله أنا عارف أن أنا عبد، فلابد أن تعلم هي رحلة ورجع تاني. فعشان كده بيقول لك إن الله وإن إليه راجع، يعني أنت رايح في رحلة وراجع مرة تانية، سترتد مرة ثانية فتعود إلى مولاك سبحانه وتبارك تعالى، ويسألك حينئذ عن كل دقيقة من دقائق الحياة. فأنت لابد أن أنت تنتبه للمسألة دي، أنت لله، أنت عبد، أيوة الحمد لله، عبد لمن؟ عبد لله. فلابد أن تسير وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ربك يقول لك اعمل اعمل، ما تعملش ما تعملش. سيدنا النبي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. ده سيدنا النبي. فإذا أطعت ربك وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يكون أنت على علم وعلى يقين أنك سترجع مرة ثانية، زي الإنسان اللي مسافر بلد تانية، لا شك أن الطيور المهاجرة ترجع مرة تانية إلى أوكارها مرة ثانية أو إلى موطنها مرة أخرى. فإحنا هنرجع. فعشان كده دايما يقول إنا لله، أنا عبد لله رب العالمين، وأنا إلى الله إيه؟ وأنا إلى الله راجع. ولذلك أحد الصالحين كما حكى ذلك قال للفضيل إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال له الفضيل يا عبد الله، عارف يعني إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال له آه طبعا، أنا لله عبد ومدرك المسألة دي والحقيقة دي، وأنا راجع إلى الله تبارك وتعالى. يعني هي حياة،
50 30 أكثر أقل، وراجع مرة تانية إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه. وإذا علم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى فليعلم أنه محاسب، ربنا هيسأله سؤال وجواب. ومن علم أنه سيسأل فليعد للسؤال جوابه، هيسألك فأنت لازم تكون مذاكر كويس وتكون فاهم كويس. طيب عشان أذاكر كويس ده يشترط فيه الإخلاص، وإن المذاكرة دي تكون متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما كنتش مبتدع في دين الله. كان ابن مسعود يقول: يا أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص سيدنا النبي عمل كل حاجة صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إيه؟ إلا هالي. طيب بس الرجعة دي بيخلي الإنسان عنده إيه؟ حزين، تعبان. ما هو برضو مفارقة الأحباب مش شيء مش سهل، يعني شيء صعب، ويبقى صعب جدا على النفس. وبعض الناس ممكن بيدخل في حالة من حالات الحزن التي تؤدي لا قدر الله إلى الاكتئاب. فكأن ربنا تبارك وتعالى بيقول: شوفوا انتوا بقى دي، انتوا بتعملوا الحالة دي. كذلك الأمر لابد يكون وفق برضو مراضي الله تبارك وتعالى. هي مصيبة، طبعا مصيبة، لأن الموت مصيبة، والقرآن سماها مصيبة. ربنا سمى الموت في القرآن: ولما أصابتكم مصيبة الموت، فالموت مصيبة. طيب ولو حد أصيب بمصيبة كان سيدنا النبي يقول: فليتعذ بمصيبته فيا. قال لا، يعني الموت مصيبة هو. طيب تمام، أعمل إيه لما يكون حصل بقى حاجة من كده؟ موت واحد حبيب، صديق، قريب، أب، أم، ولد، زوج، زوجة، أتعامل معاه إزاي؟ أولا تعال نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أولا النبي كإنسان بشر، فيتعامل ببشريته عليه الصلاة والسلام. أصلا مش هخرجك من البشرية بتاعتك دي، أنت بشر في النهاية. فبشر يعني يعني تبكي، ما فيش مشكلة خالص. وبتزعل، بزعل طبعا، الفراق الأحبة صعب جدا وبزعل. ويا جماعة مش بإيدي، ده القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، مش بإيدي. يعني لو كان بإيدي كنت عرفت بقى أروح يمين أروح شمال في المنتصف، ده لو بإيدي القلب، لكن القلب مش بإيدي. طيب سيدنا النبي لما مات ابنه إبراهيم إيه اللي حصل؟ بكى صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولوا له: وإنت بتبكي وإنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: طبعا القلب يحزن. أهو يبقى النبي ذكره القلب إيه؟ يحزن، فطرة بشرية. والعين تبكي تدمع، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. طب في الحالة دي نعمل إيه؟ اصبر بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وكان بيزور أخواله فوجد امرأة عند القبر فبيقول لها وبيهديها: قالت إليك عني. وما بتعرفش سيدنا النبي إنك لم تصب بمصيبتي، برضو مصيبة، سيبني في حالي، سيبني في حالي، أنت ما تعرفش اللي جرالي. خلاص فسيدنا النبي سكت وهنا ما وقفش وقال لها: انت ما تعرفيش انا مين؟ ده انا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. لا، النبي، لان في الحاله دي ما ينفعش الاخذ والرد. طبعا خلاص طبعا. هي في حاله لما تهدى خالص ان شاء الله ممكن نشوف هنتكلم معاه ولا نعرفها ازاي. مين ده؟ ده النبي. يا نهار ابيض، هو انا ايه يعني؟ ايه اللي انا عملته ده؟ فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: انما الصبر عند الصدمه الايه؟ عند الصدمه الاولى. طب لما يحصل مصيبه يا جماعه نعمل ايه؟ شوف ربك في القران يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت وعلمت ذلك واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. طب نعمل إيه بقى؟ جزاء دول إيه؟ ثلاث حاجات، وكل واحدة من الثلاثة أفضل من الدنيا وما فيها. أولئك عليهم صلوات من ربهم، الله يصلي على العبد. واثنين يدخلوا في الرحمة، في رحمات الله ورحمة. ثالثا ربنا يحكم على هذا الإنسان وأولئك هم الإيه؟ هم المهتدون. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث خصال. اول حاجه اولئك عليهم صلوات من ربهم، اللي هي ايه الصلاه؟ صلوات من ربهم. شوفي كل المعاني دي كلها تؤدي الى رضا الله عز وجل على العبد. فاذا صلى الله رب العالمين على العبد معناها ان الله قد رضي عنه ورضي عليه. تمام. الحاجه الثانيه رحمه ربنا تبارك وتعالى، ومن رحمه الله عز وجل ادخله جنته. الحاجه الثالثه واولئك هم الايه؟ هم المهتدون. يعني هذا الإنسان اهتدى بهداية الله تبارك وتعالى. إزاي اهتدى؟ لأنه التزم أوامر الله والتزم ما حث الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. اللي هو لما يحصل لك مصيبة، أي مصيبة، مش شرط موت، أي مصيبة، إخفاق في حاجة،
قل إنا لله وإنا إليه راجعون. ويريد تكمل بعديها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وكن على يقين. فاكرة الحلقة بتاع الثقة في الله رب العالمين اللي هو ثقة في الله تبارك وتعالى أنني على يقين أن الله رب العالمين يخلفني خيرا إيه؟ خيرا مما أخذ مني. فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طب لو حصل ده أولئك ثلاث حاجات بقى، صلوات من ربهم، أولئك عليهم صلوات من ربهم، اتنين ورحمة، وأولئك هم الايه؟ هم المهتدون. شوفي قبل ما ناخد معلش اتصال، الأصمعي علي رحمة الله كان في يوم من الأيام ماشي في صحراء ومعاه واحد، فالاتنين ضلوا الطريق. طب نروح فين؟ جعانين عطشانين، فيبعدوا بيبصوا كده من بعيد لقوا في خيمة، أثر خيمة كده، فيمشوا كده فيروحوا للخيمة. يا أهل الخيمة السلام عليكم. فالست تقول وعليكم السلام، عاوزين إيه؟ والله إحنا قوم ضللنا الطريق، عاوزين ناكل، عاوزين نشرب. طب اقعدوا لغاية لما ابني يجي. طب ابنك اسمه إيه؟ عقيل. وكل شوية ترفع ستر الخيمة كده وتشوف ابنها جاي ولا مش جاي، جاي ولا مش جاي. فلقيت البعير جاي من بعيد، فقالت البعير بعير ابني، لكن الراكب مش ابني، ده قلب الأم. وصل، انت أم عقيل، أنا أم عقيل، فين عقيل؟ عظم الله أجرك في ابنك. في إيه اللي حصل؟ والله فرس يعني رفسته دابة فسقط في البئر فمات. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. طب انزل يا ابني اعمل اذبح العناق دي، يلا الخروف ده ولا المعزة دي اتبح عشان تأكل الضيوف دي. بس ما يقول لها نتجنن يعني من هذه المرأة، ايه اللي بيحصل ده؟ فوعى ذلك، فلما خلص وكلوا وبتاع قالت أفيكم من يحفظ، شوفي شوفي المرأة الصالحة، أفيكم من يحفظ شيئا من كتاب الله أتعزى به. يعني في آية في القرآن تسليني تهديني تطمن قلبي تريحني. فالأصمعي بيقول لها أنا حافظ القرآن. طب اقرأ يا ابني، قول يا ابني ربنا قال ايه في القرآن عشان اهدى الذين اذا اصابتهم مصيب قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اتوب بالله عليك، ربنا قال الكلمتين دول؟ قال لا والله ربنا قال الكلمتين دول. الله قال ذلك؟ قال لا والله ربنا هو اللي قال الكلام ده. فدخلت فتوضت وصفت قدميها وقالت يا رب عند الله أحتسب عقيل، وصلت ركعتين. ثم بعد ما انتهت من ركعتين قالت اللهم إني أقول ما أمرتني به، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا قلت فأنجز لي ما وعدتني، اللي هو إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جميل جميل، اليقين والثقة بالله كده والتوكل على الله. واللهم عافينا جميعا من المصايب يا رب، يا رب. والابتلاءات. ومعنا أم عبد الله. السلام عليكم. ايوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ممكن اسال الشيخ اتفضلي ايه؟ معاكي اتفضلي يا فندم تحت امرك. كنت بتكلم بخصوص الـ الـ الشباب واحوالهم، يعني عندي تحديدا ابني يعني يعرف بنت وعايز يخطبها، بس مش خطبها بالفعل لكن نكلم اهلها. بس ايه؟ فهل يجوز منه يعني عاوز يخطبها وايه؟ مكلم اهلها بس، يعني مش هو مكلم اهلها مكلم اهلها بس مش بس مش مش رسمي، يعني ما تمتش خطوبه رسمي. يعني هو قال لهم انا عاوز اتقدم. قال بس هو، لكن ما تمتش يعني الامر مرجع بعد الدراسه يعني. هو ابنك في الدراسه يعني. تمام. يعني هو في سنه كام والعروسه في سنه كام؟ في الجامعه يعني، خلاص فاضل لي سنه ويخلص الجامعه يعني. طب هو فاضل له سنه وهي فاضله سنتين. وهو بيخطب متكل مثلا اللي انتوا هتساعدوه فيه مال وفلوس وكده ولا ايه؟ والله هو يعني هو بيشتغل، هو مش يعني بيشتغل وهو في الجامعه. يعني هو بيشتغل. هل الشغلانه دي اللي هيكمل فيها بعد الجامعه ولا دي شغلانه مؤقته لغايه لما ياخد الكليه بتاعته؟ لا هيشتغل ان شاء الله في نفس الشغلانه يعني، بس مش شغلانه ثابته يعني، شغل حر. يعني هو ثابت يعني شغلانه ثابته. شغله بس حر. يعني حر هو يعني عامل الظاهر بيزنس مشروع او عامل حاجه. طيب وهم اهلها وخلاص يعني قالوا له مبدئيا موافقين، يعني عارفين ان هم مثلا بيكلموا بعض او بيشوفوا بعض؟ لا امال ايه؟ لا من وراء اهلها بيتكلموا يعني، حتى الوالد هو مانع يعني، هو الكلام حصل على انه خلاص ان شاء الله هنتكلم لما تخلص، بس لما تخلص جامعه ابقى تعالى يعني ونتكلم. تعالى بالظبط كده. تمام. هم مع بعض في الجامعه يعني؟ بيشوفوا بعض. فبيشوفوا بعض في الجامعه. بيخرجوا بره الجامعه كمان يعني. بيشوفوا بعض في الجامعه. وبره الجامعه. اكيد. فعايز اعرف ايه الحكم في الامر ده يعني هو راح طبعا خايف على اولاده، بس ما فيش وسيله للمنع كمان. ايوه طبعا. فعايز اعرف اعمل ايه او اتصرف ازاي. حاضر. هي عجبكي اصلا طيب العروسه ولا ايه؟ البنت كويسه ان شاء الله يعني. شفتيها وكلمتي معاها وكده؟ كويسه يعني. انتوا رحتوا معايا خطبتوا البنت دي او اتكلمتوا؟ لا
لا هو لا راح. لا. طب هو هو ليه ما تاخدوش الخطوه دي دلوقتي؟ والدها هو اللي موقف الموضوع. الوالد بس تمام. حاولوا انتوا، واضح ان انتوا ما حاولتوش صح؟ لا لا حاولنا بس الوالد مانع الموضوع بعد الا بعد الدراسه، بعد لما تنتهي السنه يعني. باباها يعني صح؟ باباها فمش عارفه اوقف الموضوع قوي يعني. يعني رايي برضو تعملوا محاوله تانية وتحاولي تانية وتحاولي تكلمي مامتها، تروحي تزوري انت لوحدك مامتها، يعني خطوه في خطوه كده، خطوه في يعني خطوه. الموضوع وعموما خالص الشيخ من اتجاه باباها ايه؟ يعني، الموضوع واقف من باباها خالص يعني، والدها هو منع الموضوع خالص هو بس لحد خايف، بعد هو اعتقد خايف عشان البنت لا تشغل عن الدراسه يعني، عشان مفيش ممكن حاجه يكون تشغلها عن كده. الدراسه. ممكن يكون كده ايوه بس فعلا. اصل الواحد، بصي يا حبيبه قلبي، شاف حالات كتير زي كده وبيبقى الاب زي ما الشيخ احمد بيقول خايف ان هي تتشغل على هو ما الدراسه، يعرفش ان هي كده بس كده هو مشغوله، كده مشغوله بالظبط. لكن بالفعل لما مشغول بيكون يعني. في اصرار من الطرف الاخر، طب طب ماشي هنيجي بس نزوركم، مش هنعمل اي حاجه رسميه بس نتعرف على بعض، طب تصاحبي انت الام وتكلميها في التليفون ده لو ليكي مزاج يعني للجواز، فاهمة تصاحبي حضرتك. الام وتكلميها في التليفون، تعزموهم مره يعزموكم مره، بيلاقوا نفسهم من الموضوع خلاص خرج كده من السيطرة، وبيضطروا ان هم السيطرة. يوافقوا بقى على خطوبة ومش مع عارف ايه. الأسف لا يعني، هو في محاولة حتى يعني، هو الوالد حتى مش عايز ان الأولياء الأمور يحتكوا يعني، هو بس الوالد ما بينه وبين ابني بس يعني، عايز الموضوع يفضل في نطاقه هو وابني بس لحد ما يشوفه بقى ويبتدي كده يعني يشوف. مش عارفة ليه انا من جوايا حاسة ان انتي مش مش راضية يعني. مش لا انا راضية، بس او مش مش راضية عن يعني الوضع مالكيش الغير مزاج ان شرعي يعني. الموضوع، مش عايزة لا عينك تساعدي في ان الموضوع لا ده يمشي. لا لا خالص لا طب خالص. انت اتكلمت معاه قلت له يا ابني يا حبيبي يعني خلاص الراجل يعني هو اتمنك على بنته وقال لك قلت خلاص انا له موافق، والله قلت له قال كتير. لك ايه بقى؟ احنا خلاص احنا كده، ما هو شبه موافق، ما هو الموضوع ماشي بسكة الموافقة ان شاء الله، ان شاء الله ومش رافض يعني بيبرر لنفسه. عارف حضرتك اي شاب ايوه طبعا في العمر ده يعني بيبرر لنفسه يعني. طبعا. فطبعا انا عارفه الموضوع مش شرعي بس مش عارفه اعمل ايه كمان. ماشي يا حبيبه طب قلبي. هو يعني اولا هو بعيدا عن الناحيه الشرعيه تماما، يعني انا جالي واحد كان سنه 2007 وكنت بتكلم فقال لي انا بحب واحده وبتاع وحاجه زي كده وانا طالب في الجامعه وانا محتاج ان انا يعني انا بحبها، طب اعمل ايه في الوقت ده؟ ما ينفعش للشيخ او الداعيه او اي انسان البشر اللي هيقف قدامه ده ان يقول له الحب ده حلال ولا حرام، لان الحب في حد ذاته لا حرام ولا حلال. الحب في حد ذاته لا حرام ولا ايه ولا حلال، اي شيء فطري مش بايدي، لكن ايه اللي حرام وحلال؟ ما يترتب على هذا الحب، الوسائل بقى واللي هيترتب كده اللي هو يا اما الحلال يا الحرام. هنستخدم العواطف في ايه؟ حلو الكلام. فقال لي طب والعمل ايه؟ قلت له بص يا حبيبي انت تروح للبنت وتقول لها الكلمتين دول، انا مرتبط بيكي وان شاء الله قدامي 6 شهور سنة وبإذن الله اجي اخطبك رسمي، لكن في الوقت ده انا انت ان شاء الله ليا موافقة موافقة، ولو حد جالك وبتاع وانت اخترته بتاع يلا سلام عليكم ربنا يكرمك ان شاء الله. والله العظيم جالي قال لي بعديها قال لي انا ربنا اكرمني وعمل كده، ربنا اكرمني ويسر لي الامر وخطبها رسمي، وبعدين قال لي انا جاي بشكرك اللي انا عملت الكلام ده. فحد يقعد معي ولا يقول له حلال ولا يقول له ايه ولا يقول له حرام، لكن يحاول بقدر الامكان باللين اللي هو بيحبها خلاص يعني. احنا موافقين يا ابني بس دي امانه، وربنا بيقول النبي بيقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا ايه خيرا منه. فخليك في طاعه الله تبارك وتعالى وخليك معاها يعني اولا انت خلاص بتحبوا بعض بس ابتعد عنها الفتره دي لغايه لما السنه دي تخلص وربنا ييسر لكم الامر ان شاء الله. انا مش عارف انت بتحكي على ايه بس ماشي. على حوار الحب ده احنا لازم نعمل حلقه عن الحب ماشي. وبعدين هو كده كده بيشوفها في الجامعه يعني ف ماشي يا شيخ هنعمل حلقات عن هنعمل حلقات عن الحب ماشي. طيب انا بشكرك جدا في نهايه فقرتنا ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدين.